شو راح يصير بي رونالدو؟ والله طبعا مسكين رونالدو لانه سيعتزل؟ اي طبعا على مستوى الاوروبي هذه اخر مباراه بالنسبه لكريستيانو رونالدو. طبعا نعرف انه العمر خلاص تقريبا على ابواب الأربعين، يعني تقدم في العمر. يمكن ان نشاهد كريستيانو رونالدو في كاس العالم بامريكا 2026 طبعا، يمكن على اساس انه يعني خلال سنتين فقط يعني بالضبط، يعني على اساس انه هو طبعا لاعب لا يزال يعني يحافظ على لياقته البدنيه ولا يزال لاعب يعني يتبع بكاس يعني العالم. ما بيكون في عمر معين مسموح فيه انت ولياقتك البدنيه انت ولكن الامور ولكن يختر تختلف مع اليوروز، لازم يكون في عمر معين ولا نفس الشروط؟ نفس الشروط طبعا في كره القدم. بس هي كون الامور مفتوحه، لو حتى عمرك 50 60. بس هو كون انه كاس العالم راح يجي بعد سنتين، ولكن كاس الامم الاوروبيه بعد لسه اربع سنوات. طبعا من الصعب والصعب جدا ان يكون كريستيانو موجود كاس العالم. ماذا قلت كاس العالم 2026؟ لانه كريستيانو رونالدو علامه تسويقيه كبيره بالنسبه لي أمريكا، بالنسبة لكأس العالم، الفيفا، الولايات المتحدة الأمريكية. هو تحول لبراند مع ميسي طبعا، فأمر مهم جدا. لكن في النهاية كريستيانو رونالدو في هذه البطولة، بطولة أمم أوروبا، ودعناه من ملاعب الأوروبية لأنه وداع حزين خلينا نقول، وكان بالدموع بالنسبة لكريستيانو رونالدو. لأن هذه رابع بطولة على مستوى العالمي، بطولة أمم أوروبا مرتين وكأس العالم مرتين، لم يقدم أي شيء.